ولست جنسا آخر. حوش فلوس صح؟ صح. كنت عايز كم سنين؟ احكي انت الأم؟ عشان خط؟ انت الكبير. انا كبير؟ لا انا عيب بس كبير. احكي. ماشي. انا شغال في حي سنة 1998 شغال ساعي. فأنا جدع أوي في الحي بتاعي فشديد شوية يعني حد يعني مثلا أنا تعبان أو جو برد أو أي حاجة حد يقولي انسى كيف طار فبسمع كلام أقوله طب حد هنسى روحي كيف طار وساعات بقولهم لأ أنا تعبان وساعات بقولهم أنا عندي جو ساعة تحت شغال كمان اواتي بوست بتاعت رئيس الحي اجيب بوستة اواتي بوست بتاعت سكرتير بوسع شغل شغال ساعي يعني ماليش دعوة ولا كنس ولا مسح ولا اي حاجة انا كده خلصت بقى يا اخي احكي انت انا شغال في المكتبة سنة 1996 وبقى لي 8 سنين في المكتبة شغال عامل صاحب الشغل بتاعك شديد صاحب المكتبة راجل شديد والناس كلها بتعاملني حلو يعني انت بتقبض كام؟ بقبض 180 انت بتقبض اكتر مني طب انا بقبض 151 خير حوافز طب انت بتعمل ايه 180؟ انا بحوش عشان عايز اتجوز بتحوش عشان تتجوز يا راجل شاب ممتاز جدا على الاخر وتعليمه يعتبر محدود خالص لكن في المده اللي عدى عندنا 6 سنين عرف يقرا ويكتب لدرجه انه ابتدينا نجيب بعض قيم طلبات باختبار الفرع عشان يحضرها النمر صور بوستر حاجات زي كده فكان بيحضرها صح مظبوط يعني يعتبر هو من ضمن المسؤولين عن المخازن عندنا بره فاي تحضير طلبات كبيره او صغيره يوم بيها يحضرها يعدها يسلمها للسواق وامين المخزن تكون كلها صح الحقيقه ايه رايك؟ ايه رايك يا غنات؟ حلو 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 كده؟ جدا شفت البنت حلوة ده؟ حلوة طب شفت بس انت ابن بايعك ميتي المعكوشة دي شفت المعكوشة؟ شفتها؟ لا شفت انت؟ شفتها انت؟ اهيانا ايه رأيك؟ ده الفيلم بقى ده شكوكو طبعا شفت شكوكو؟ شفته؟ لا شفته انت؟ لا افلام بتاع زمان زي السكر صح ومتلحلح عشان اروح مننا غسيل معده قبل ما نموت انا هقول لكم على الحقيقه حقيقه ايه حقيقه الادويه اللي اديتها لكم ايه
حاجة اسمها دواء في الدنيا يخلق شجاعة ولا مرونة. كانت ما بين 300 إلى 400 رصاصة. الجنود الأمريكيون يقولون أنهم وجهوا رصاصاتهم باتجاه سيارة جاءت مسرعة ولم تعر أهمية لعلامات الوقف، وهو ما تكذبه الصحيفة الإيطالية وعرفت أن لا لا إيه سلا فوت تماتك بنتي بناود إحنا كمنا الخدعة على الناس تحب الماتش؟ تحب انت الماتش؟ يلا يلا كيف قام كيف قام يلا ماشي 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 راحت خاطر وانت لا لا ياخذ هو الدوري لا سبالك بقى لا سبالك اهلي سبالك اهلي لا سبالك اهلي سبالك لا اهلي ملعوبة من ميسيرة على جنب سبالك اهلي محاولة المرور على الجبهة الأيسر الآن لفائدة سارة ريسو يلا يا عم كيف كون بقى تعود من جديد كيف كون بندينتي والكرة حائرة ولكن أخيراً سارة يا أختي يعني من جديد كرة الأرجنتينية عودة اللاعب سيموني أكتب تعرفتها إنجليزي واحد واحد تعرفتها إنجليزي بعد رحلة واحد واحد عارف أحنا بس من وين الأرجنتينية ها يا رب يا رب كيف كون يا رب كيف كون يا رب كيف كون مش عايز تلعب كرة نفسك تلعب كرة طبعا مش نتي اسكو خالص يا خب ابيض برا خالص الكرة من جديد لفائدة الاندبندينتي الله ايه بس الكابتن من ميسيرة على الجانب الايسر بتعملوا ايه؟ على الجانب الايسر على الاهلي شوية مرة واحدة اشتحتوا كده على واحدة ان شاء الله ما عملتوش من جديد الاندبندينتي بس ما سمعت خير يعني ولكن اخيرا من جديد رحت للصحة النهارده؟ عودة اللاعب سيموني الى رئيس كلوب تروح انت اجازة النهارده مش كده؟ انتقل الى رئيس كلوب بعد رحلة مكتوفية في الملاعب تأتي الكرة الان الى ادواردو كوديت على جانب الايمن مع الكرة يحاول المرور يلعب الكرة للاعب لافيسي تعود ليه كودي ولا انت مشجع اللعبة الحلوة مع الكرة يلعب لكرة عرضية صغيرة وأوفر اللاعب ادواردو كوديت يحمل طبعه كرة السينما؟ سلم سلم في ايه السلم في السلم بيزوع ايه؟ ما هو قرار اسم قرار السلم بيزوع فيها ايه يعني؟ ايه اللي بتفرج على ايه؟ يعني بيجيب حاجات حلوة وبيجيب حكاية او بيجيب الحصان بيجيب لك حاجات دي الافلام وحاجات زي كده بتفرج على افلام؟ هيجبك؟ كلها ولا حاجة بتفرجاش فيها؟ يعني مش كل نص نص مش كلها ولا غيرها في فيديو كليب جديد شفته؟ فيديو كليب؟ الفيديو كليب الجديدة اللي طالعة جديد كلها دي ماشي غني ونقص فيها دي ايه ماشي بس ايه تي وحشه ليه بقى ليه وحشه عشان تتلوى على دي ماشي يا عم شريف بس انت بتمثل يبقى ازاي ما بتحبش التمثيل انا بحب التمثيل بس بحب التمثيل الجديد يعني مش كل التمثيل اللي بتحبه في حاجات كده بتقع منك انت ما انا برضه بيقع فيها حاجه في التلفزيون يعني مش كلها بتبقى وحشه أنا أقول لك حتى ممكن لو فقدت أمثل همثل في أي فيديو. توصل فيديو؟ أمثل إيه في الفيديو بقى؟ أي حاجة أمثل عسكري أي حاجة. بتحب أنت الشراسة عسكري ظابط عايز تضرب نار وخلاص. أنت ما بتحبش اللي بيحصل في العراق. يا راجل أنا مفتري. أو همثل ملك. ملك؟ أه. طب مش لاحظ إنك طلعت فيها شوية يعني؟ هو من عسكري الملك في فرق كتير في النص. هو سين. انت ملك ورامي الوزير بتاعك طب ساعتها هتحكم بايه نعم تحكم بايه بقى لما ملك اول حاجه تعملها تبقى ايه لو رامي عمل حاجه غلط ممكن اوديك سجن واضح ان انت بتحب رامي قوي اول ما تبقى ملك هتسجن صاحبك لا انا مش هحكم حد انا هطلع ملك شرير ملك شرير يعبدوا المتماسك ليه بقى يعني لازم تبقى جامد كده من اولها يعني شراسه؟ اه واول ما تبقى مالك تسكن صاحبك؟ لا مش هسكن صاحبك واضح انه بيحبك قوي يا رامي
لا رامي بيحبك قوي مش كده؟ رامي ممكن يطلع كتير. رامي شريف بيحبك قوي، اول ما يبقى ملك هيسجنك. انا بص الصوره دي فاكرها؟ فاكرها كنت بعمل الكارت. بس الصوره دي فاكرها؟ فاكر كنت بقول لك كل ما اقول لك هنا بتيجي حد شعبان لي شعبان لي شعبان حاجه وحشه يا اخويا كل شعبان لي شعبان لي عامل ايه؟ فينك؟ انت هتعمل ايه النهارده؟ يا راجل وانا عامل بطاطس يا راجل فاكرها؟ كنا في الكافيتيريا. كان الاستاذ وانت سالي على الشغل وسالي كمان على البيت وكده. فاكر؟ اصحابك في اصحاب حلوين كتير معاك يعني في الشغل؟ يساعدوك بقى وكده ولا ما بيشيلوك شغل كتير؟ بيساعدوك يعني بيشيلوك شغل كتير وكده وانت شغل؟ يعني ما رحش ليه بيقول لك ايه اللي بيضايقوك يعني بيقولوا لي الكابوس مش كابوس هو ده كلام يضايق برضه بس بيقولوا حاجه الكلام فارغ يعني شريف مين اقرب واحد في البركه من اصحابك لا غير رامي مين اكتر واحد تحب تقعد معاه وتخرج معاه يمين بس برضه في نفس الوقت هو احسن من مفيش اسمه شغال وبيقبض مرتبه وبيصرف على نفسه مش كده؟ صح ولا بتبقى فيها مشكله من يبقى احسن من ما يقعد ولا انت رايك يا رامي؟ يعني انت دلوقتي شغال في قطاع خاص
فضل انك تقعد ولا تفضل شغال في القطاع الخاص؟ شغال طول ما انت شغال احسن لك مش كده؟ طب ما فكرتش تاخد معاك رامي او شريف او اشرف او امين؟ انا فاكر كنت عاملين شغل حلو كتير قوي، سجاير خرز وبتاع وحاجات كتير دي. الحاجات دي لو اتبعت لي هو امين دماغه حلوه؟ انا مش بقول ان هو وحش، انا بقول بالظبط اشتغلت وعملت رز وعملت مكرونه وعملت سلطات ومش عارف سلقت وحمرت بطاطس وحاجات زي كده، صح؟ مش بدور على امين وبس، انا بدور على اصحابك اللي زيي كلهم، امين واشرف والناس اللي في المحبه والناس بتوع المحله والناس بتوع المنصوره. فاكر صورتي؟ فاكرها؟ دي المسرحيه بتاعتي. مسرحيتك؟ مش انت كنت كنت تتفرج عليا؟ جيز يا راجل، عايز كنت بمثل صورة ايه؟ مينا. يا راجل يا راجل، كان مسرحية ازاي؟ الوجه الآخر. فاكر صورتي؟ فاكرها. ايه؟ كنا بنعمل ايه؟ كنت عينك ايه؟ كنت عينك ايه؟ حمار. حمار. كنا بنعمل في الجمال. كنت عينك حمار وحصان. والقطة والقطة وكلب. فاكر الصورة دي؟ يا رب. عشرين. كنت عاكس مدرسة. انت بتعاكس. انت بتعاكس. انت بتعاكس. يا رب. يا رب. انت عم تعاكس بقى، انزل تعاكس. لو شفت البنت الحلوه دي، ايه رايك في العمر اللي هو عامله؟ ده عمر في سكه يا بابا. طب تعرف تقلل صوت الحيوانات؟ تعرف تقلل انت؟ لا تعرف انت؟ تعرف انت؟ تعرف انت؟ نعرف نعرف. تعرف تقلل حمار؟ تعمل ايه لو اخترت محبه؟ ليه؟ كويس؟ ولا خلاص الشطر بتاعي. تعرف تقلع عربية؟ لا. معرفش تقلع عربية خالص؟ خالص؟ تعرف انت؟ طبعا. فاكر الصورة دي؟ دي؟ عيد ميلادك. عيد ميلادي؟ عيد ميلادك انت. جورج وماما وبابا ورامي وشريف. ايه يعني؟ استاذ صومي. استاذ صومي. شكرا شكرا شكرا. مدينة الكبيرة يا عمي والعالم كبيرة، مليان الشواطئ يا بطريق والبنادق. كبيرة يا عمي والعالم كبيرة، مليان الشواطئ يا بطريق والبنادق. يا حضرة الأرجوز قولي ضعب يا لحد ما تلاقي عمارة، يا حد ما تلاقي عمارة، تاخد ايدي وتمشي وتلف وتخش
ابو عمامينا